خلصنا كده التو ميثودز، خلصنا النورس وخلصنا الليست. هنبتدي في ايه؟ اخر واحده فوكال. هي فوكال طويله شويه عشان الايتريشنز بتاعتها ايه اطول، ماشي؟ ودي اخر واحده. نيجي بقى فوكال، كل احنا متفقين الثلاثه بيطلعوا لي البيزك الفيزابل بيزك سوليوشن. تمام تمام نفس المساله بتاعتي اول، انا بس يعني كتبتها على طول علشان ما نقعدش بقى ايه نقعد نرسم ونضيع الوقت في الفيديو في الرسم. اهي كان المفروض اوسع المسافات شويه بس معلش انا اسفه. 15 25 وهنا كام؟ 10. ماشي بصوا بقى يا شباب، فوكل بتقول لي ايه؟ سهله قوي. اول حاجه اسمها في اي ام، ماشي؟ نمسك رورو ونختار اقل اتنين كوست ونطرحهم من بعض ونكتب هنا حاجه اسمها الايه؟ يعني البنالتي بتاعت كل رو. نمسك نشتغل على رورو وهنشتغل لسه على كلهم كلهم. نمسك رورو اهو، هنشتغل على ده الاول، ده كده مين اقل اتنين كوست في دول الاتنين والعشر؟ الفرق ما بينهم كام؟ 8. هنشتغل على الرو ده، مين اقل اتنين كوست هنا؟ ده وده، الفرق ما بينهم كام؟ 2. مين اقل اتنين كوست هنا؟ 2. اتنين كوست هنا كام وكام؟ دي ودي، الفرق ما بينهم كام؟ 10. فيها مشكلة؟ نشتغل على الكولوم. مين اقل اتنين كوست هنا؟ الاربعة والعشر، الفرق ما بينهم كام؟ 6. مين اقل اتنين كوست هنا؟ دي ودي، الفرق ما بينهم كام؟ 5. انا المفروض كنت اوسع ده شوية، معلش. اقل اتنين كوست هنا مين؟ دي ودي، الفرق ما بينهم كام؟ 7. اقل اتنين كوست هنا دي ودي، الفرق ما بينهم كام؟ 7. خلاص كده؟ مين اعلى رقم في دول؟ في الثمانية والاثنين والعشرة والسبعة والسبعة والخمسة والستة، مين اعلى رقم في البنالتي فاليو اللي انا جبتها؟ العشر. لا العشر اعلى رقم. هنا كده بصوا، انا قلت دي ودي 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 ودي، مش على رو بس او على كولوم بس، العشر. يبقى بيقول لي من هنا العشرة دي كانت رو ولا كانت بتاعت كولوم؟ رو. يبقى انا هبتدي من الرو ده. من اقل كوست هنا الاربعة، يبقى انا هبتدي من السيل دي. عاوزة كام وعندي كام؟ عندي عاوزة 5 وعندي 10. تمام يبقى هاخدهم كلهم 0، ودي هتبقى كام؟ 5. كاستمر ده عايز حاجة من حد تاني؟ لا هيتلغي. خلاص نعيد الرسمة تاني، ممكن عليها بس انا يعني ماشي عليها اهو. يبقى احنا شطبنا مين؟ الكولوم ده. هنمسك الرو ده والرو ده والرو ده، ماشي؟ مين اقل اتنين كوست هنا؟ الاتنين والحداشر، الفرق ما بينهم كام؟ 9. فاهمين حاجه؟ هنا اقل الاتنين وهنا الاربعتاشر والستاشر، بقت الاتنين صح كده؟ دول اختلفوا؟ لا زي ما هم، 5 7 7. مين اعلى رقم في التسعه والاتنين والاتنين والسبعه والسبعه والخمسه؟ التسعه. يبقى انا هبتدي من الرو ده، مين اقل كوست؟ الاثنين. عاوزه كام وعندي كام؟ عاوزه 15 وعندي 15، ياخد ناخدهم ادي 15. يبقى ده عايز حاجه تاني؟ لا. ده هيدي حد تاني؟ لا. نشطب الاثنين مع بعض؟ لا، نشطب واحد بس. فيها مشكله؟ اتبقوا لي الحبه دول، ماشي خلاص. ما هم دول كده اقل اتنين ايه كوست. 20 و كام؟ 9. وهنا 11 وهنا 2. هنا في تغيير؟ لا، 7 و7. من اعلى رقم 9 11 2 7 7، من اعلى رقم ال11. فاهمين حاجه؟ من اقل كوست ده عايز كام وعنده كام؟ عاوز 15 وعنده 25، ياخدهم ياخدهم، ده هيبقى له كام؟ 10. فاهمين حاجه؟ هنشطب ده. تمام كده؟ سهله ولا صعبه؟ هيتبقى لنا دول خلاص، هي دي السبعه زي ما هي، ودول مين اعلى واحد هيبقى ال 18. هنبتدي من هنا، عاوز كام وعنده كام؟ يبقى هياخد الخمسه ويتبقى له 10. فاهمين حاجه؟ تمام. دول زي ما هم هتبقى 11 20، ودول هيبقى الفرق ما بينهم 9. برضو هناخد من عند ال 20. عاوز انا فين؟ اه هنا. عاوز كام وعنده كام؟ عنده 10
عاوز 10 وعنده 10، صفر صفر. ما نشطبش يعني، ما نشطبش الاثنين مع بعض، يا نشطب واحد يا ما نشطبش، فاهمين حاجه؟ خلاص لغايه اما توصل ان دي كمان هتبقى بصفر. يبقى انا كده جبت الايه، مين الفيزابل بيزك سوليوشن بتوعي، ده وده 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 وده، فيها مشكله؟ يبقى انا كده خلصت مين الفوجل كمان. سهله ولا صعبه؟ طبعا انا كنت هرسم واحده واحده بس خلاص مش مهم. يعني احنا كده كنا ماشيين في انه برانش، ان المساله من الاول بالانسد، فكنت المساله بالانسد، فانا كنت بجيب البيزك فيزابل سوليوشن بطريقه من الثلاث طرق بتوعنا. طيب لو المساله بقى انا جبتها لك اهي، جبت لك التبر على طول كده، اهو نفسها، وحطينا دي كده 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 اها كده خلاص كده. وادي الاولاني، السورس الاولاني، الثاني، وادي كاستمر واحد وكاستمر اتنين تلاته اربعه، ده كان ب15 مش عارفه، ودون كان ب25، وده كان ب10، وهنا ده 5، وهنا ده كان ب15، وده ب15، وده ب15، صح كده اهي. وحطينا هنا التوتال كوست بتاعنا. انا طبعا انتوا عارفين ذاكرتي ذاكرت السمكه، ما بفتكرش سنه كاتبه المساله قبل كده، اهي 10 2 20 11، ودي 12 7 9 20 18 16 14 4، بس كده اهي. بقول لك سولف، اول حاجه هتعملها متفقين عليها ان انت تتشك المساله بالانسد ولا مش بالانسد. يلا نشوف كده، اجمعوا لي دول هيطلعوا كام؟ هيطلعوا 45، ودول هيطلعوا كام؟ 50. مساله بالانسد؟ لا، كده المساله مش بالانسد. يبقى كده المساله عايزه ايه؟ حته معالجه علشان نقدر نرجعها تاني ايه؟ بالانسد. ماشي، هناك كانت دي 50 ودي 50، فكانت المساله بالانسد، بنخش على طول نشتغل. هنا انت عندك دروب فين؟ في السبلاي، صح كده؟ انت كده عندك في سبلاي عاوز 5 بس هو ملوش وجود، يبقى هنعمل ايه؟ هنعمل تيبل جديد كده اهو، دول كانوا 3 هيبقوا كام؟ 4، و4 كاستمر، فاهمين حاجه؟ لا اهو 4 كاستمر قدام 4 سبلاي، ده هيبقى عايز 15، ده هيبقى عايز ال 20، ده هيبقى عايز 10. العجز عندك في كام يونت؟ في الخمسه اللي هو جاي لك من ده. دول كان عندهم مشكله، لا ما هو 5 15 15 15، اجمع بقى كده بقت كام؟ 50 قدام 50. طب الراجل ده اساسا ليه وجود؟ لا ملوش وجود، يبقى نصفر الكوست بتاع اليونت كوست بتاعته ولا لا؟ نصفرها ليه؟ عشان لو طلع فاليوز هنا لما تطرد في الصفر يبقى الترم ايه؟ راح، يبقى كده ملهاش وجود ولا لا؟ احنا دي بنسميها دامي رو او الدامي كولوم. هنا كان دامي ايه؟ سبلاي. طب افرض كان العجز، يعني افرض ان دي كانت ب50، دي كانت 50 ودي اللي ب45، يبقى انت كده كان عندك العجز فين؟ في كاستمر. يبقى هنروح ساعتها مزودين ايه؟ كولوم، هيبقى عندي 5 كولوم و3 روز، فاهمين حاجه؟ وهيبقى اليونت كوست بتاع الكولوم الخامس ده اللي هو السبلاير سوري الكاستمر الخامس بصفار، عشان لو طلع فاليو للاكسات بتاعتها فاليو، لو طلعت فاليو تتضرب في صفر الترم ايه؟ راح. يبقى احنا كده خلصنا الايه؟ يبقى الكونكلوجن لما المساله تبقى امبالانسد بنشوف الكوانتيتي اللي ناقصه دي جايه لي من ديماند ولا جايه لي من سبلاي. لو كانت جايه لي من سبلاي يبقى هنزود رو، لو كانت جايه لي من ديماند يبقى هنزود كولوم، فاهمين؟ خلاص ماشي يا شباب. وفي الحاله دي الدامي رو او الدامي كولوم اللي احنا بنحطه بنحط في السيلز بتاعت اليونت كوست بتاعته زيروز، عشان لما احط لو طلعت فاليو للاكس بعد الحلول بتاعتي بفاليو لما تتضرب في صفر يبقى الترم ايه؟ راح، عشان هي اوريدي دامي ملهاش وجود. ماشي، الحمد لله احنا كده خلصنا الايه الليكتشر. المره الجايه باذن الله بقى، او يعني الفيديوهات او المحاضره اللي جايه هنكمل ازاي احنا طلعنا ايه، قلنا فيزابل بيزك سيلز. هنعرف المره الجايه مين فيهم الايه الاوبتيمم سيل. فهمتوا يا شباب كده؟ تمام، شكرا.